السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان An Overview over VRF and EVM. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الكونسبت الخاصة بالـ Virtualized Networks، the concept of Virtualized Networks، وهناخد الـ VRF Lite Overview، تكنيك الـ VRF Lite، وكذلك الـ EVM with its enhancements، تقنيات برضو الـ EVM بالتحديثات والتطويرات بتاعتها. الـ VRF Lite والـ AVM يعني يعتبر بيلعبوا نفس الـ يعني بيحققوا نفس التارجت ولكن بأدوار أو بطرق مختلفة. تمام؟ حقيقة أنا لو أنت أول مرة تشوف شرح لـ VRF أنصحك إن أنت تركز في الفيديو ده بشكل قوي، لأن أنا هقدم لك أفكار جميلة جدا 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 على مستوى الراوتينج. أوكي؟ افكار هتساعدك في ان انت يعني في سيتويشنز كده معينه هتقع فيها، الافكار دي هتساعدك ان انت تواجه السيتويشنز دي وتحل السيتويشنز دي بالبيست براكتس، بيست براكتس سوليوشنز. تمام؟ انا عارف طبعا ان في حد ممكن يسالني هو البي ار اف ده اختصار لايه والاي في ام ده اختصار لايه. البي ار اف اختصار ل فيرتشوال Route Forwarding. تمام؟ الـ VLF لي Virtual Route Forwarding. تمام؟ و الـ EVM Easy هو فعلا Easy Network Easy Virtual Network virtual networking. تمام؟ مش network. تمام؟ طيب ده كلام جميل جدا، ده الايه لو حد يعني يهمه ان هو يعرف الايه الابريفيشنز. طيب الديزاين ده، بصوا انا مش هعتمد على السلايدز، يعني السلايدز دي حاجه توضيحيه زي ما انتم عارفين، انا هعتمد على الوايت شيت. اوكي؟ انا هقدم لكم تو سوليوشنز. اوكي؟ بصوا بفرض ان انا عندي كاستمر، عندي سيرفيس، انت شغال سيرفيس موبايل. اوكي؟ وعندك تو كاستمرز، كاستمر 1. اوكي؟ عندك كاستمر 2. كاستمر 1 عنده تو برانشز، عنده كاستمر داش 1 داش 1 وعنده كاستمر داش 1 داش 2. حلو كده؟ ده دي اسامي ايه؟ دي اسامي الراوترز اللي هي الايدج على البرانش 1، ده اسم الراوتر اللي هو الايدج على الايه؟ على برانش 2، ده هيبان لما نيجي ان شاء الله نبدا نرسم التوبولوجي. عندي كاستمر 2، كاستمر 2 كاستمر داش 2 داش 1، عندي كاستمر داش 2 داش 2. اوكي؟ هتقول لي طيب ايه المشكله؟ بص يا سيدي، انت لو عندك كاستمر داش 1 وبيقول لك انا عايز اربط مع كاستمر داش 2. اوكي؟ فاوكي ده كاستمر اهو، ده الراوتر ده كاستمر داش 1 داش 1. تمام؟ هتربطه مع سيرفيس بروفايدر 1 مثلا. تمام؟ اللي هو الراوتر اللي هو بيربط مع كاستمر داش 1 داش 1. تمام؟ مثلا سيرفيس بروفايدر 1 بشكل ما هتربطه مع سيرفيس بروفايدر داش 2. تمام؟ و ده هتربطه مع كاستمر داش 1 داش 2. انت كده ربطت الفرعين. اوكي؟ سمبل. هو الموضوع يا جماعه ما فيش تعقيد، ما فيش رغي، ما فيش ايه دهاليز. تمام؟ انت ربطتها. طب ممكن تهدى كده عليا؟ طيب تعالوا نوزع الاي بي ات، وليكن مثلا انت هتحط هنا 10.0.0.0/30. تمام؟ وهنا هتحط 10.0.0.4/30. تمام؟ فتحط ما بين سيرفيس بروفايدر 1 و 2 وليكن مثلا 10.0.0.8/30. اوكي؟ مثلا ده هياخد بوينت 1، ده هياخد بوينت 2، ده هياخد بوينت 1، ده هياخد لا ده هياخد بوينت 9، ده بوينت 10، ده هياخد بوينت 5، ده هياخد 8.6. طيب كلام جميل. انت كده ربطت ايه؟ كسيرفيس بروفايدر 1 او كسيرفيس بروفايدر ربطت كاستمر 1 او كاستمر داش 1 داش 1 بكاستمر داش 1 داش 2 عادي جدا. طيب تعالى
انقلي الديزاين ده ولكن في التربيط ما بين كاستمر داش 2 داش 1 وكاستمر داش 2 داش 2. تمام، ادي اهو برضو. افرض بقى انت خدت ايه يعني، معلش بقى، انت عندك كاستمر داش 1 داش 1 احتجت انك تربطه على ايه؟ على راوتر. اوكي، طب كلام جميل. هنا في سؤال خطير، هو انت كاستمر داش 2 داش 1 لما تيجي تربطه تربطه على نفس الراوتر؟ هتقول لي اه اوكي، هو اوكي. طب انت هتربطه على نفس الراوتر، بس انت يعني انت لو خدت كده كاستمر اهو داش 2 داش 1 وربطته على نفس الراوتر اللي هو كاستمر سيرفيس بروفايدر 1، تمام، هيحصل كونفليكتنج في الراوتنج، صح ولا لا؟ يعني بصوا، بفرض ان كاستمر داش 2 داش 1 داش 2 عنده شبكه داخليه وليكن مثلا 192.168.2.0/24، وكاستمر داش 1 داش 1 عنده برضه شبكه داخليه وليكن 192.168.1.0/8.24. لو انت حبيت انك تخلي كاستمر داش 1 داش 1 اكيد عايز يوصل ليه الشبكه اللي ورا كاستمر داش 1 داش 2، والعكس كاستمر داش 1 داش 2 عايز يوصل برضه لايه؟ ل 192.168.1.0/44 اللي ورا كاستمر داش 1 داش 1. هتسطب راوتنج بروتوكول وليكن مثلا هي اي ار بي. طب انت سيادتك لما تفكر اما توصل كاستمر داش 2 داش 1 بسيرفيس بروفايدر 1 ماشي، وتحط برضه كاستمر داش 2 داش ايه داش 2 تمام ورا سيرفيس بروفايدر 2، طب ما انت كده برضه لما تيجي تعمل اي اي جي ار بي ما بين التو برانشز تمام بتوع كاستمر 2 هيحصل كومبلكسنج، يعني ده هيعرف هيحصل تداخل في الراوتنج، يعني كاستمر داش 2 داش 1 هيعرف الشبكه اللي عند كاستمر داش 1 وهيعرف الشبكه اللي عند كاستمر داش 1 داش 2، وكمان الكاستمر داش 1 داش 1 هيعرف الشبكه اللي ورا كاستمر داش 2 داش 1 والعكس. فطبعا انت مش هتقدر تعمل سيبريتنج سيبريتنج سيبريشن سيبريشن اسمها سيبريشن، بحيث ان انت تفصل الراوتنج انفرا بتاع كاستمر داش ايه داش 1 وكاستمر داش 2. فالحل ان انت توصل كاستمر ايه داش 2 بايه؟ براوتر اخر، وليكن مثلا سيرفيس بروفايدر داش 3، تمام، ده هتوصله بيه كاستمر داش 2 داش 1. اوكي، وهتوصله بيه بطريقه ما، يعني اما اقول بطريقه ما يعني ممكن توصيل الكونكشن ايفنتولي ما بين كاستمر داش 1 داش 1 كاستمر داش 1 داش 2 فريم ريلي ام بي اس ايا كان، يعني لاير 2 ام بي اس لاير 3 ام بي اس اني واي. تمام، ده سيرفيس بروفايدر داش 4. تمام، سيرفيس بروفايدر داش 4 هتوصله بيه ايه؟ برضه كاستمر داش 2 داش 2. تمام، هنوزع الاي بي هات، يلا نوزع الاي بي هات، وليكن مثلا ده هيكون يعني 10.0.0.12/30، ده هيكون 10.0.0.16/30، وده هيكون 10.0.0.20/30، وده مثلا دوت 21، ده دوت 22، ده هيكون دوت 17، ده هيكون ايه دوت 18، وده برضه هيكون دوت 13، وده هيكون دوت 14. اوكي، برضه هتفترض ان انت ورا كاستمر داش 2 مثلا 102 مثلا دوت 16 دوت 1 دوت 0 سلاش 24، وورا كاستمر داش 2 داش 2 في 172 دوت 16 دوت 2 دوت 0 سلاش 24. اوكي، طيب كلام جميل، ادي الايه، خلي بالكم كل ده الفيرست سوليوشن. اوكي، طيب كلام جميل، انا هل قدمت لك فكره الاي في ار اف؟ لا. قدمت لك فكره الاي في ان؟ لا. تمام، طب تعالى بقى اقدم لك الفكره الخاصه ب الفي ار اف والاي في ان. خلي بالك الفي ار اف والاي في ان هم نفس الايه، يعني انا هشرح نفس يعني شرح واحد. السكند سوليوشن ممكن تعمله بالفي ار اف او بالاي في ان، اني واي في ار اف لايت او الاي في ان اني واي. تمام، بصوا بقى، انا همسح كل ده ماشي، تعالى اوريك عشان اوريك الفي ار اف هتجيب لك ايه. اوكي، بصوا انا هاخد جاست وان بلس، حلو كده، هسميه مثلا كاربريت سيرفيس بروفايدر 1 واوصله ب كوربريت سيرفيس بروفايدر 2. تمام، طيب كلام جميل، هروح بقى اوصل كوربريت سيرفيس بروفايدر 1 ب كاستمر داش 1 داش 1 واوصله هنا ب كاستمر داش 2 داش 1. تمام، وهنا
اوصله هنا بكاستمر داش 1 داش 2 وده كاستمر داش 2 داش 2 تمام. هنا الشبكات الداخليه طبعا. اوكي فاكر توزيعات الاي بي هات. حلو، كنا مثلا هنا حاطين 10.0.0.0/30 تمام، ده دوت 1 ده دوت 2 تمام. طيب سيبك من اللي بين كاستمر سيرفيس بروفايدر او كوربريت سيرفيس بروفايدر 1 كوربريت سيرفيس بروفايدر 2 تمام، عشان ده اللقطه هنا بقى يعني. سيبك من ده، نسيبه اخر حاجه. اوكي ده كنا حاطينه تقريبا 10.0.0.12/30 اوكي، ف يعني ده كان دوت 13 دوت 14 تمام، ده تقريبا كان 10.0.0.4 صح؟ اتمنى دوت 5 ده دوت 6 وده كان 10.0.0.20 ده دوت 21 ده دوت 22 اوكي. طيب ده كلام جميل جدا. وعندك الشبكه اللي ورا كاستمر داش 1 داش 1 هي 192.168.1.0/24 تمام، واللي ورا كاستمر داش 1 داش 2 هيكون 192.168.2.0/24، واللي ورا كاستمر داش 2 داش 1 هيكون 172.16.1.0/24، وده هيكون 172.16.2.0/24. كلام جميل. هتقول لي طيب انا برضه كده هيحصل تسريب يعني، هيسربوا على بعض يعني كاستمر داش 1 لو انا عملت براوتنج على مستوى التوبولوجي يعني ما هيعرف النتفلكس اللي ورا كاستمر داش 1 سواء كاستمر داش 1 داش 1 او داش 1 داش 2. لا 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 لا، تعالى بقى بص هنا يا معلم، تعالى يا معلم بص هنا ما بين ايه كوربريت سيرفيس بروفايدر 1 وكوربريت سيرفيس بروفايدر 2. بفرض ان ده مثلا يعني هفترض، بصوا هفترض ان هو فاست تمام، البي ار اف ما ينفعش مع السيريال اوكي، البي ار اف ما ينفعش مع السيريال. افترض ان انا كده بوصل فاست تمام، ده وليكن فاست تمام 0 ل 0 وده فاست تمام برضه 0 ل 0. الفاست تمام 0 ل 0 اللي عند كوربريت سيرفيس بروفايدر 1 هقسمه الى سب انترفيسز. خدتوا بالكم؟ يعني عند كوربريت سيرفيس بروفايدر 1، بصوا انا مش كنت عامل الشبكه اللي ما بين سيرفيس بروفايدر 1 وسيرفيس بروفايدر 2 اللي هو كان بيربط كاستمر داش 1، كنت عامل الشبكه ما بينهم ايه؟ 10.0.0.8.8 صح ولا لا؟ طب كلام جميل دوت 8 طيب، ده كلام جميل. ف انا هكرييت من الفيزيكال لينك ده هكرييت منه لوجي تو لوجيكال لينكس كده، خدتوا بالكم؟ تمام؟ طيب التو لوجيكال لينكس يعني كانك كاستمر سيرفيس بروفايدر 1 متصل بكاستمر او كوربريت سيرفيس بروفايدر 1 متصل بكوربريت سيرفيس بروفايدر 2 ب تو انترفيسز. انترفيس 0.10 وده محطوط في الشبكه اللي هي 10.0.8 فهياخد مثلا اي بي 9/8/8 تمام؟ وكان محطوط مع كاستمر او لو فاكرين سيرفيس بروفايدر داش 3 وسيرفيس بروفايدر داش 4 اللي بيربط كاستمر داش 2 داش 1 بكاستمر داش 2 داش 2 كانوا محطوطين الشبكه اللي ما بينهم ايه؟ 10.0.0.16 صح؟ فهفترض ان ده هياخد مثلا 10.0.0.17 تمام؟ ده خلي بالكم ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه ل اوكي ده بالنسبه الى مين؟ الى كاستمر او كوربريت سيرفيس بروفايدر 1. بالنسبه ل كوربريت سيرفيس بروفايدر 2 برضه تمام هيشيل تو لوجيك اي بيز فاست تمام 0.0.10 اوكي وياخد اي بي 10.0.0.10/30 وفاست تمام 0.0.20 وياخد اي بي 10.0.0.18/30. هتقول لي طب ثواني كده احنا ليه عملنا كل الكلام ده؟ قال لك بص يا سيدي، هفترض ان ده فاست تمام 0 0 على كاستمر او كوربريت سيرفيس بروفايدر 1 تمام؟ هفترض ان ده انترفيس سيريال 0 0 وده انترفيس سيريال 0/1 تمام؟
وعندك كوربريت سيرفيس بروفايدر A2، ده مثلا سيريال برضه 0 سلاش 0، وده سيريال 0 سلاش 1. انت حضرتك هتعمل تو بروفايلز على كل راوتر من دول، تمام؟ فمثلا بالنسبه الى، هنقسمهم كده حاجتين، بالنسبه الى كوربريت سيرفيس بروفايدر 1، تمام؟ هتكريت عليه دي ار اف وهتسميها بلوج اسم كاستمر داش 1، تمام؟ طب فين ده عباره عن ايه الدي ار اف ده؟ ده عباره عن ايه البروفايل ده؟ ده عباره عن فيرتشوال راوتر. راوتر انت بتقول لي الراوتر ده انا هكرييت جواك راوتر. طب هو انا مش طالما بكرييت راوتر اي راوتر بيكون فيه انترفيسز؟ اه يبقى انت دورك ان انت تقول لكاستمرز او كوربريت سيرفيس بروفايدر، مش عارف ليه كنت دايما بقولها كاستمر، كوربريت سيرفيس بروفايدر، دورك انك تقول له ايه الانترفيسز الخاصه بالراوتر الوهمي بتاع كاستمر داش 1. هتقول له ايه؟ هتقول له السيريال 0 سلاش 0 اللي هو بيوصلك الى كاستمر داش 1 داش 1، وكذلك ها 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 باث ايثرنت 0 سلاش 0 بوينت 10. ده مش ده كان الاي بي اللي شايله سيرفيس بروفايدر 1 في اتصاله بسيرفيس بروفايدر 2 في السكند، في الفيرست سوليوشن. خلي بالكم ده السكند سوليوشن، خلي بالكم ان ده السكند، السكند سوليوشن، تمام؟ طب كلام جميل. طب هتكريت برضه في ار اف تاني، فناخد مثلا دي في ار اف 1 اكريت في ار اف 2 وهتسميه ايه بقى؟ ها كاستمر، هتسميه كاستمر داش 2، تمام؟ وايه الانترفيسز بتاعته؟ ها سيريال 0 سلاش 1 و فاست ايثرنت 0 سلاش 0.20. ده بالنسبه للكوربريت سيرفيس بروفايدر 1. لا ثواني كده يا جماعه، هو انتوا كده مش ملاحظين حاجه؟ ان انا بستعمل الايه؟ الراوت اون ستيك، فاكرين؟ الراوت اون ستيك الفيلانس اللي كان في السي سي ام اي، انا بكريت سم انترفيسز، يعني اكيد بستعمل انكابسوليشن بتمون كيو، يعني اكيد بستعمل ترانكينج، صح ولا لا؟ تمام؟ بصوا اللي هيحصل، اللي هيحصل، بس تعالوا بس ايه؟ نظبط برضو الاوضاع بتاعه كاستمر كاربريت داش سيرفيس بروفايدر داش 2، تمام؟ برضو هيبقى عنده في ار اف 1 اللي هو كاستمر داش 1 والجويننج انترفيسز بتاعت الراوتر الوهمي اللي اسمه سي داش 1 ده سيريال 0 سلاش 0 وبرده فاست ايثرنت 0 سلاش 0 بوينت 10 و في ار اف 2 نفس القصه كاستمر داش 2 و سيريال 0 سلاش 1 و فاست ايثرنت 0 سلاش 0 بوينت 80. كلام جميل جدا جدا جدا. انت عارفين احنا عملنا ايه؟ احنا يعتبر قسمنا الراوتر ده الى تو راوترز، تو راوترز، والراوتر ده برضو قسمناه الى تو راوترز، اوكي؟ اوكي تمام. فالراوتر ده هو سي داش 1 وده سي داش 1 وده سي داش 2 وده سي داش 2، تمام؟ ووصلنا، بصوا بقى انا كاني قلت لي كاستمر او كوربريت سيرفيس بروفايدر 2 ان السيريال 0 سلاش 0 ده انترفيس داخل كاستمر داش 1. طب سيريال 0 سلاش 0 ده واصل لمين؟ ده كاستمر داش 1 داش 2. طب وفصل تاني 0 سلاش 0 بوينت 10 اهي، يعني كانه بصوا عملت كده. الغي بقى، شيل الراوتر ده خالص، شيل ايه؟ شيل الراوتر ده خالص، تمام؟ اهو كاني وصلت كاستمر داش 1 داش 2 اهو، ده سيريال، ده يعني ده كانه سيريال 0 سلاش 0 وده فاست ايثرنت 0 سلاش 0 بوينت 10، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لكاستمر 1 الخاص بالكوربريت سيرفيس بروفايدر 2، تمام؟ طب الكاستمر او سي داش 1 الدي ار اف سي داش 1 اللي عند الكوربريت سيرفيس بروفايدر 1 برضه ده فاست ايثرنت 0 سلاش 0 بوينت 10 وواصل بي من الداخل بي سيريال 0 سلاش 0 عن طريق سيريال 0 سلاش 0 بي كاستمر داش 1 داش 1. شايفين؟ ادي التوصيله اللي رايحه ما بين كاستمر داش 1 داش 2 والى كاستمر داش 1 داش 1، تمام؟ نفس القصه من تحت، نفس القصه من تحت. تحسوا كده ان انا رجعت الاول سوليوشن تاني ولا لا؟ ها؟ تحسوا ان انا رجعت الاول سوليوشن تاني ولا لا؟
تمام؟ لو مش ملاحظها عيد الجزئيه دي، ارجع 10 دقائق تاني. تمام؟ طيب ده كلام جميل جدا. طب الراوتنج هعمله ازاي؟ الراوتنج بمنتهى البساطه هتكريت، يعني انت لما تيجي تطبق اي جي بي على كاستمر داش سيرفيس او كوربريت سيرفيس وايدر 1، تمام؟ تقدر تقول للاي جي بي انت هتشتغل على في ار اف ايه؟ في ار اف كاستمر داش 1 ولا في ار اف كاستمر داش 2؟ فتقول له انا هشتغل مثلا في ار اف كاستمر داش 1، وهنا برضه تقول له انا هشتغل في ار اف كاستمر داش 1. هتلاقي الاثنين التو راوترز بيربطوا مع بعض، وهتربط بقى الاي جي بي بتاع الفي ار اف كاستمر داش 1 بي كاستمر داش 1 داش 2 كاستمر داش 1 داش 1، وبالتالي هتلاقي الاثنين رابطين مع بعض وقاريين الشبكات بتوع بعض. هتعمل نفس القصه تحت، تمام؟ ايفنتشوالي في نهايه الامر هتلاقي ايه؟ هتلاقي التو كاستمرز شايفين الشبكات بتوع بعض، ولكن في فصل ما بين كاستمر داش 1 وما بين كاستمر داش 2. يعني لا كاستمر داش 1 شايف النتوركس الخاصه بيه كاستمر داش 2، ولا العكس صحيح، ولا العكس. تمام؟ انا عارف القصه دي يعني ممكن تعمل لك كرابك شويه، لان دي فكره جديده. تمام؟ قدام قوي، قدام قوي 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 في اللاب اللي هنشتغله المحاضره اللي جايه والمحاضره اللي بعدها. تمام؟ طب هنا هتقول لي طب ايه الفرق بين في ار اف لايت وميديم؟ اللي احنا عملناه ده في ار اف لايت. طب الاي في ان، الاي في ان بقى جميل جدا. ده الاي في ان، تمام، مش هيخليك تكريت سب انترفيسز اصلا، هو هيكريت السب انترفيسز بالنيابه عنك. تمام؟ وده هيكون عن طريق، ومش هتحتاج تو سب نتس، مش هتحتاج تو سب نتس ما بين كوربريت سيرفيس وايدر 1 و2، هيبقى سب نت واحده بس، وهو بناء عليه منها يكريت تو سب نتوركس. تمام؟ الكلام ده هيبان قوي في المحاضره اللي بعد الجايه. تمام؟ يعني احنا بلاش غير المحاضره رقم 9، في المحاضره ان شاء الله رقم 11 هيبان الكلام ده في اللاب العملي. ولكن انا حبيت ان انا اوريك الفارق ما بين الليجاسي سوليوشن اللي هو الخاص بالكاست سوليوشن والانهانسد سوليوشن اللي هو الخاص بالفي ار اف، في التربيط ما بين كاستمر داش 1 داش 1 بكاستمر داش 1 داش 2 وكاستمر داش 2 داش 1 بكاستمر داش 2 داش 2. طيب يعني طبعا ده مثال توضيحي، يعني مثلا ده بيقول لك هنا بلو 1 في 2، تمام؟ ادي ده بلو 1 جيجا 3 متقسم ل سم انترفيسز. هتقول لي طب لا ده انترفيس واحده بس، خلي بالك هو هنا مطبق الاي في ان، لان هو شايل سبنت واحده بس ما بين اي اس بي 1 و2، اوكي؟ لكن لو انت في ار اف لايت هتحط تو سبنتس، تمام؟ ادي اهو مربطين مع بعض والدنيا تمام. واحنا اتكلمنا عن في ار اف لايت، بيقول لك انت كونسبت اوف كريتنج مالتي logical links between routers either over MPLS or .1Q text، يعني ممكن استعمل MPLS او ممكن استعمل .1Q. Ease of configuration as it's preferred to most of technicals، يعني اسهل في الكونفجريشن. الاي في ان بقى بيعتمد على تقنيه الفي نت تاج، وده بقى ان شاء الله هناخده في المحاضره رقم 11 باذن الله سبحانه وتعالى. احنا كده يعتبر بفضل الله يعني خلصنا شرح الفي ار اف والفي ار اف لايت والفي في ان، خد ذا كونسبت اوف فيرتشواليزد نتوركس والفي ار اف لايت اوفر فيو والفي في ان وذ اتس انهانسمنت. انا يعتبر بفضل الله خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.